يصبح التدريب هدرا في المنظمات عندما لا تكون هناك أدلة إجرائية في المنظمة. التدريب يعتبر هدر. يعني لو عندك فلوس، انت الان مدير قائد منظمه، لو عندك فلوس ايش تسوي؟ تصلح دليل اجرائي ولا تدرب؟ دليل اجرائي. سوي دليل اجرائي. يصبح التدريب هدرا في المنظمات، يصبح التدريب هدرا يعني فلوس تصدع عندما لا يكون هناك دليل اجرائي او خطه. تدخل بعض المنظمات ما عندهم خطه استراتيجيه ولا خطه تشغيليه ولا عندهم دليل اجرائي، وش يقول لك؟ ياسين درب. طب درب عليه ابو افهم، انت جاي تدرب عليه، ندرب عليه، ندرب الموظفين على اشياء اصلا ما لها غير مكتوبه مش موجوده اصلا، وبالتالي جالس تعطيهم اشياء بعيده عن من عن مسار وظيفي. لكن لما تكون الاشياء موجوده ومبرمجه ونجيب مدرب او نجيب مدربه ونقول للمدرب يا اخي ترى هذه الانظمه اللي ما لها الموجوده عندنا، التدريب عندنا سيكون نوعين، اما ندرب على شيء مبرمج او ندرب على شيء مستحدث. مستحدث مثلا تدرب الناس على التخطيط، تدرب الناس على حل مشكلات، تدرب الناس انت الان على كتابه الادله والنظم، هذا ما يسمى من قرارات غير برمجه، او شيء اجرائي عندهم، شيء هم يسووه بشكل دائم، فاحنا ندربهم على من؟ على كيفيه التعامل معه. في عندنا دورات تكون فيها اثنين زي اداره الحشود، في اداره الحشود في اشياء مبرمجه وفي اشياء ما لها غير مبرمجه، لكن المدرب المفروض يعرف ايش المبرمج وغير المبرمج. فلنقل ان انا معلم، انا الان ابغى معلش انا مدرب، ابغى اروح ادرب المعلمين، انا لست معلما. أنا لست معلم، فلنقول لست معلم، أبغى أدرب معلمين، مش المفروض أعرف أنظمة المدرسة وإجراءات المدرسة. فلنقول جيت أدرب المعلمين على قضية اسمها كيفية الإدارة الصفية. أحد المعلمين قال لي يا أخي طيب لو طالب عندي استأذن، إيش أسوي؟ أنا ما أعرف النظام. طيب كيف؟ لازم أكون أنا أعرف النظام، يعني لازم أعرف قرارات من؟ مبرمجة. إذا أول شخصية عندنا، أول مربع